طب ملعوبة من علي فقيه. علي 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 بمرر، يا سلام حلوة كتير. الله علي فقيه، ركلة ركنية بهيدي اللحظات لمصلحة الأهلي النبطية بتتنفذ حلوة كتير، لوين بتتخلص أيضا. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على هالجول الحلو كتير، هدف لمصلحة الأهلي النبطية. فقيه علي عم بيسدد وجول جول جول جول. الهدف الثاني لمصلحة شباب الساحل، على الرغم من انه قاسم راح على نفس الميلة، ولكن كرة طويلة توصل لعند اللاعب رقم 13 وجول. هذا ما زال عم بيحاول جعفر يمرر لعند علي فقيه. علي فقيه الله، روعه 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 روعه. علي فقيه عم يضرب بالهاتريك، وانت بالوقت القاتل علي فقيه عم ينقذ شباب الساحل وعم بخليهم بصدارة الترتيب بآخر ثواني اللقاء. هدف قاتل لمصلحة علي فقيه. شباب الساحل 10 على 10 مع نجم النجوم علي فقيه. علي فقيه عم بيكون لاعب خارق، سوبرمان شباب الساحل اليوم اللاعب علي فقيه.